النهارده الفجر قلب الاسد جدد وحسم المساله. احمد فتحي خبط على سيد عبد الحفيظ الفجر وخلص المساله، جدد لمده سنتين. احمد فتحي احمد فتحي مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. يا ولد يا ولد يا احمد يا فتحي. هتشرب ولا اشرب انا؟ لا خلاص انت شربت قول. طيب احمد فتحي بيجدد لمده سنتين. ايوه. لكن طبعا الفتره اللي فاتت كان فيها رغي كتير جدا وفيها كلام اعتقد شغل الجماهير. احمد كان هيسافر، لابد من تفاصيل وكواليس. على هامش حفل تكريم اللي اقامها الاهرام والتي حصل فيها الكابتن احمد فتحي على افضل لاعب، ولنا ملاحظات هنرجئها لان هنحتفي الاول بفوز نجمنا الكبير بافضل لاعب في مصر موسم 2017. التقيته وكان بيننا مش عتاب ولكن حوار صغير جدا ولكن توضيحي جدا، توضيحي بيني وبينه. يجمعني بيه علاقات خاصة من يوم اكلت البطاطس عنده في شتوتغارت ولا في شيفيلد؟ في شيفيلد. كان في شيفيلد وقتها في الفجر. صحيح. وكأن الكابتن فتحي أدمن التجديد في الفجر. هو انضم إلينا في الفجر وهو عايز يظبط الميعاد مظبوط فجدد في الفجر. النهارده الفجر. النهارده بقى. طيب عايز تتكلم في حته الحوار اللي دار في الاهرام. لا ده مش حوار كتير، هو كان توضيحي يعني. لم يا كابتن احمد، ما قيل ليس هجوم على حد، بالعكس ده احتفاء بقيمه اللاعب ولكن ايضا حفاظ على ثوابت كثيره جدا يسير عليها النادي الاهلي. واحنا شفنا رئيس النادي الاهلي ويقول لا فصال ولا مساومه على نظامه او ثوابت او تقاليد. لما احنا كنا بنتناقش في هذا الاطار، الحفاظ على الفريق ودون التفريط في حق نجم كبير او نجمين كبار زي كابتن احمد فتحي وكابتن عبد الله السعيد، ولكن ايضا لا يمكن ان يكون الامر في المطلق انك انت يعني في حدود للنادي الاهلي، لان كابتن الخطيب وهو في كلمته قال ايه؟ قال كده: الاهلي فوق الجميع. الاهلي عبر تاريخه قيمه اهم من مبادئه، قيمه اهم من بطولاته، مبادئه اهم من انتصاراته، كل شيء اهم من الافراد المنتمين اليه، سواء مجلس اداره او اعضاء، جماهير، مسؤولين، لعيبه. الاهلي وهذا سر العظمه. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب عشان عظيم. واذا فرط الاهلي في هذا الامر وقد كان قريبا جدا ان يفرط، ولكن مشيئه الله ارادت ان يعود القطار الى قضبانه ولا ينقلب. هذا هو الامر باختصار شديد جدا. فالكابتن احمد فتحي نموذج للانسان المستوعب الكلام ده كله. وشاري قوي النادي الاهلي. اللي يقول لك مش شاري النادي الاهلي هو شاري النادي الاهلي. وحساباته الدقيقه، وفهمت منه او من المقربين في صديق مشترك بيني وبينه محمود، انت عارفه؟ محمود شعبان. خد الكبيره. وكل يوم بيكلمني محمود وانا بكلمه كابتن فتحي وقلقان جدا عن النادي الاهلي. لكن كان هناك ما يطمئني، او حتى انا كنت زمالي بقول موقف الكابتن احمد فتحي مختلف. وهو الاقرب الى التجديد. لانه كابتن احمد فتحي كان كل يوم زي اللي بيصلي صلاه استخاره في حيره حسمها قبل ان يذهب الى المطار في رحله لاداء العمره. فقال مش ممكن حمشي الا ما اقفل هذا الملف، وذهب والكلام على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ راح له البيت الفجر في مدينه نصر، راح له البيت مع محمود
مع محمود شعبان. وخدوا ده محمود بيقول لي بقى ما اعرفش محمود طلع معاهم ولا فضل مستني تحت. لكن راح له وقال له فين العقود؟ عايز اخلص انا طالع. راح ماسك القلم كابتن سيد ما خدش عقد وراح ماضي. لدرجه الكابتن سيد بتقول لو حبيت ابعت لك العقد على بياض. هو مضى ازاي على بياض؟ قلت له لن نصل في علاقتنا بلاعبتنا لا بجماهيرنا والمتلقين بتوعنا الى هذا الحد. الكل يثق يا كابتن سيد في اللي انت قلته، والكل يثق فيما قاله الكابتن احمد فتحي، وكل يثق ان هذا موقف مش غريب على الكابتن احمد فتحي. ولا والناس تقول لي هو انت غيرت؟ انا ما غيرت ايه؟ انا قلت من اول متمسكين بشده متمسكين بشده متمسكين بشده ثلاث مرات بوجود النجمين الكبار، اكثر الناس سعاده لو جددوا، ولكن اذا مشوا مش هنغضب او هنشعر بال وانا لخصتها لك يبقى بحب او يرحله باحترام، هنشعر ببعض الضيق لكن ضيق لا يقلب الى مشاعر سلبيه. بالظبط، في تقدير لمشوار لناس اخلصت وما عملتش يعني حاجه اكتر من انها قاست ان مصلحتها في روعها ان هذا مصلحتها. كابتن احمد فتحي لما قاس الامور كويس وبتاع وكلم كل الاطراف وعيلته طبعا صعب القرار معاه، اعتقد انه اختار القرار اللي مش هيندم عليه ابدا، وان يبقى في الاهلي الى ان باذن الله يعتزل. وفي كل الاحوال حسنا فعل، ولم يبقى لدينا من المسائل المعلقه الا الكابتن عبد الله السعيد، وهذه قصه اخرى، ولكن هذه هي تفاصيل أخرى. أنا مش هذه هي تفاصيل توقيع الكابتن احمد وحرصه الشديد على ان ينهي الامر قبل ان يذهب الى الاراضي المقدسه. وكلنا شفنا كابتن احمد في المباراه الامس وهو يؤدي باعلى مستوى من الطاقة والجدية والرغبة في والإخلاص، يعني الراجل لم يقصر في حق النادي الأهلي، وده البقاء بحب. الناس اللي طلعت قالت إن احنا بنحرض الجمهور أو ملك وكتابة بيحرض جمهور الأهلي على الاتنين اللعيبة أحمد فتحي وعبد الله السعيد، أعتقد كلكم تابعتوا والحلقات موجودة. كان هدفنا أو كان مطالبتنا الثابتة والواضحة أن يبقايا بالحب أو يرحل بالاحترام، وكتير ما حاولنا نوصل للناس مفهوم الاحترافية. وتاني ليس من المقبول توجيه هتافات لأحد، طبعا مرفوضة بكل الطرق بأي شكل من الأشكال أنك تسيء للاعب. أولا في المفهوم الرياضي العام ده غلط، دي نقيصة، لكن كمان لاعب اعطى للنادي الاهلي واسعد جمهور النادي الاهلي وعرق في فانيله الاهلي ومثل النادي الاهلي بكل اخلاص وتفان، لا 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 يستحق بجمهور الاهلي الا كل الحب والاحترام، بقي او رحل. استاذ ابراهيم في نقطه بقى معنويه وشخصيه لده كل شخص بيحب الاهلي. طيب ما انت لو تجاوزت في حق لاعب عايز يمشي من عندك يبقى انت متغاظ. لا بالظبط، ولا مبسوط؟ لا متغاظ. متغاظ تدي المتعه دي للي عايز يغيظك ليه؟ بالعكس، موضوع ابسط قوي من كده. اهلا وسهلا واهلا وسهلا،